لما وقعت جائحة كورونا وتغلقت كل الحدود، كل حدود الدول، أصبح هناك مشكل كبير كيف يصدرون هذه المخدرات. بقى لهم المنفذ الوحيد نتاع العبور، عبور المخدرات نحو أفريقيا ومنها نحو جهات أخرى من العالم، هو الكركرات. ولهذا كان تصميم المغرب كبير على أن تبقى الكركرات مفتوحة، إلى درجة أنه اخترق وقف إطلاق النار، وكان أول من بادر بوقف إطلاق النار. إذن جابهت القيادة الصحراوية هذا الموقف، جابهته بأنها ترجع إلى الحرب. والآن يعني قناعتي الشخصية أن كل هذه القضايا لا تحل إلا عن طريق الثورات.